أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مرحبا بكم، مرحبا بكم على قناتي، على هذه النافذة التي أفتحها عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير. أود في البداية أن أنوه بالعديد من الأصدقاء الذين يعني يدعمون هذا العمل، والذين يشجعونني، والذين شكلوا معي حلقة للنقاش وللتفاعل. طبعا حينما نتحدث عن النقاش فلا نتصور أن أفراد النقاش يتقاسمون وجهة نظر واحدة، بل من المفروض أن تكون هنالك آراء ووجهات نظر متعددة، ولكن ما يربطنا هو الاحترام والأدبيات النقاش. أنا ممتن لكم وممتن للعديد من الأصدقاء الذين يشجعونني والذين يقترحون علي مواضيع لكي نخوض فيها. البعض منكم طلب مني أن أقتصر فقط على السلسلة التي بدأتها والتي أنجزت فيها حوالي 89 كتابا، سلسلة قصة كتاب، أي أن أقتصر على مراجعة الكتب وتقديم الكتب التي أقرأها. في الحقيقة أنا أرى بأن هذه القناة تتسع كذلك لمواضيع أخرى، مواضيع يعني مجتمعية سياسية يعني مختلف، كذلك ثقافية وأحيانا بالدارجة المغربية، نظرا لما يشغلني. وأتمنى أن لا يزعجكم هذا الأمر، خصوصا يعني من يعني لا يتقنون الدارجة المغربية بعض الأصدقاء والمتابعين من دول أخرى. الموضوع الذي أقترحه اليوم يأتي يعني في إطار تجربة صغيرة. منذ أمس طرحت منشورا على صفحتي في الفيسبوك، منشور كما ترون بالدارجة المغربية، حول حقوق البنات. وهذا الموضوع من المواضيع التي يعني تهمني شخصيا، والتي يعني خطها في تجربتي المتواضعة سواء السياسية أو الاجتماعية والحقوقية. المنشور يحمل أن من حق كل بنت أن تدرس، أن تقرر يعني أن تختار زوجها، أن تلبس ما تريد، أن تفعل إلى آخر مجموعة من الحقوق البنية. ولكني قدمت هذا المنشور من خلال قولي بأنني أعرف مسبقا أن أصدقائي قد يتفقون وقد يختلفون مع هذا المنشور، آراؤهم قد تكون متباينة حول الموضوع، ولكن هي حقوق بسيطة قد تتمتع بها الفتاة بطريقة يعني تلقائية في الواقع، وقد تحرم منها أحيانا أخرى. وأضفت مثالا أشرح من خلاله أنه داخل الأسرة الواحدة لدينا بنت هي طبيبة، منذ أن حصلت على شهادة البكالوريا وقبلت في كلية الطب يعني أصبحت مستقلة، سواء على المستوى المالي، مستقلة كذلك من حيث الملبس، تقرر أن تلبس ما تريد، تسافر أينما تريد، تسكن يعني لوحدها، أصبحت تتمتع بكل هذه الحقوق. بل بعد أن أصبحت طبيبة أصبح أفراد الأسرة فقط يعني يشيرون إليها بكل لطف، يذكرون، يقول متى سنفرح بك، متى سنراك يعني عروسا، لا يقترحونها ولا لا يقترحون عليها، ولا يجرؤ أحدهم في أن يقترح عليها زوجا. في نفس الأسرة بنت أخرى خرجت من مستوى سيزيان، من المستوى الأولى بكالوريا، لم تكمل دراستها، منذ أن خرجت من المدرسة وهي محروسة في إطار حراسة مشددة، لا يمكنها أن تخرج دون يعني مرافق، لا تلبس ما تريد، مطالبة بإنجاز الواجبات المنزلية يعني رعاية المنزل و يعني الواجبات اليومية من طبخ وما إلى ذلك، لا يمكنها أن تشتكي، دائما محطة يعني مراقبة واحتقار يعني ممنهج من طرف أفراد الأسرة. بل أكثر من ذلك يبحثون لها على عريس في أول فرصة، يعني أول شخص يأتي ليطلبها كأنها خطيئة أو حمل ثقيل يثقل كاهلهم، ويتمنون أن يتخلصوا منه في أول فرصة. إذن هذا واقع معاش. يمكن أن نضيف بأنه في نفس المستوى الدراسي أو في نفس يعني المجال الاجتماعي نرى أن هناك تباينات مختلفة بين بعض يعني البنات اللواتي يلقون يعني يلقين نوع من الدعم، نوع من يعني التفهم، التربية على الاختيار، تربية ديمقراطية في المنزل، لهن القدرة على التعبير إلى آخره، يتمتعن بشخصية قوية في ظروف سليمة، وأخريات
هن متهمات مدانات إلى أن تثبت براءتهن. يحاسبن دائما. يعني هناك بعض المعلقين أعجبتني معلقة قالت يعني تعبر عن حالها: لا يمكن الحديث عن أن الفتاة عفيفة إن لم تعطنها الحرية ما دامت هي مراقبة، يعني مدانة، متابعة، محروسة، يعني تتم محاصرتها داخل البيت، لم تتح لها الفرصة أصلا لكي تثبت نفسها إن كانت عفيفة أو أنها غير ذلك. وبالتالي لا يمكن الحديث عن هذه الفضائل الأخلاقية التي ينسبها البعض لبنت معينة دون بنت أخرى. إذن هذا نقاش مطول. طبعا حينما نتحدث عن هذه الحقوق فهي حقوق بسيطة، حقوق بسيطة، ولكن ما نراه هو أن البعض باسم الدين يصادر حقوق معينة هي بسيطة جدا، مثل الحق في أن تختار البنت متابعة دراستها. حتى هذا حق من الحقوق الأساسية، وينتهك اليوم، ينتهك بكثرة، سواء بالنسبة للبنات لما ينهينا التعليم الابتدائي. كثير من الآباء يقول البنت يكفيها التعليم الابتدائي ومكانها هو المطبخ، ليأتي أحدهم ليطلب يدها. بعض الآخر بعد إنهائها للتعليم الأساسي البكالوريا يرفض رفضا باتا أن تسافر إلى مدينة أخرى إن لم تكن المدينة توفر على يعني جامعة. بالتالي من المفروض أن نوفر للبنت، إن كنت أب أن توفر لبنتك الظروف الملائمة لكي تكون متلائمة مع مجتمعها، لكي تكون محصنة سواء على المستوى العلمي أو المستوى الثقافي، أن تمكنها من الدراسة، أن تمكنها من الظروف السليمة للتعلم منذ الصغر، أن تمكنها من أن تكون لها شخصية يعني قوية، أن تمكنها من أن تطالب بحقوقها، أن تمكنها من حريتها في التعبير، أن تمكنها كذلك من أن تشعر بأنها شخص يستحق يعني الحياة ويستحق ذلك التعليم الذي تلقاه إلى آخره. طبعا العديد من الآباء بشكل بسيط يعني يمكنون بناته من هذه الحقوق، ولكن آباء آخرون أو إخوان آخرون ربما يتهجمون على هذه الحقوق، طبعا بين قوسين نظرا لقناعاتهم التي تكون أحيانا مجرد وصاية على الطرف الآخر. أعود قلت بأن مسألة اللباس هي التي أثارت كثير من الجدل، ولكن اللباس بنظري يبقى هامشيا وليس ذو أولوية بالمقارنة مع حريتها أولا في التعلم. هذه حرية تكاد تكون مقدسة بالنسبة لنا في المجتمع المعاصر، كذلك في أن تقرر من تتزوج. إذن لا يعقل اليوم لاحظوا، لأن البعض لا يتصور، لا يضع نفسه يعني لا يقوم بهذه المقاربة التي نسميها أن تضع نفسك أمام مكان الطرف الآخر. تصور يا ذكر، يا ولد، يا شاب تتمتع بكل هذه الحقوق بطريقة بسيطة وطبيعية، تصور بأنك بنت وأنك أخرجت من الدراسة في مستوى معين، يعني تم حرمانك من أن تتعلم وتم تزويجك وأنت صغير. إذن حرمت من المبادئ الأساسية التي ترى الآخرون يتمتعون بها. هذا إجهاض، هذا إجهاض حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في أن يتعلم. كان بإمكان هذه الكثير من البنات أحيانا يكون ناجبات في الدراسة ومتفوقات، ولكن يتم إجهاض أحلامهن فقط لأن هناك نظرة مسبقة بأن مكانهن في المطبخ لكي يكون مجرد ربات بيت، رغم أن يعني من بينهن من يختار هذه ربات البيوت، هي كذلك مهنة نبيلة ومشرفة، ولكن أن تكون مبنية على الاختيار، مبنية على الاختيار. ليس من السليم في نظري، لا يمكن يعني الأشخاص من خصوصا البنات من حقهم. هذا الموضوع كنت قد يعني ناقشته باستفاضة منذ حوالي أكثر من 10 سنوات، 2008 في مدينة فاس كنت شاركت في مؤتمر نظم من طرف منتدى البحر الأبيض المتوسط، وحضرت فيه يعني حضر فيه شباب من مختلف الدول. وأستغرب اليوم بأن النقاش العمومي حول هذا الموضوع أصبح أكثر محافظة وأكثر تطرفا وأكثر تشددا وأكثر تشنجا بالمقارنة مع ما رأيته. ربما لأن من حضروا ذلك المؤتمر كانوا من خيرة الشباب، كانوا شباب مثقف يعني يقرأ، له مستوى من التواصل، مستوى من تعلم اللغات، مستوى من الكفاءة، كانوا يعتبرون قياديين في بلدانهم. أنا حضرت هذا المؤتمر وشاركت في فعاليته سنة 2008، ورأيت يعني
مشاركين يعني من سلطنة عمان، من الأردن، من فلسطين، ومن كذلك من حتى السودان، حضر شباب من السودان، من موريتانيا، من عدة دول حضروا وأدلوا بآراء جد متقدمة وقاسموا معنا تجارب. يمكن أن ألخصها في أن هناك اتفاق على أن هناك احتقار للبنات في مختلف الثقافات، تحت يعني كل ما يمكن أن تتصوره، يعني تحت يعني مبررات مختلفة، قد تكون قبلية، قد تكون عرقية، قد تكون أحيانا اقتصادية إلى آخره. دائما الطرف يعني الأقل قوة، وهذا على مستوى جميع الحقوق. الحقوق في مجتمعاتنا تنتزع ولا تعطى، تنتزع، وهذا مشكل عويص. تنتزع، أي أن الأشخاص، مثلا الحقوق الاقتصادية، الأشخاص ذوي النفوذ من الأسر العريقة والأسر التي تمكنت من دواليب الدولة يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم وعلى أكثر من حقوقهم من خلال قدرتهم على انتزاعها. كذلك بالنسبة للبنات، البنات اللواتي تتم تربيتهن ولهن رأس مال رمزي وثقافي وتعليم جيد يحصل على هذه الحقوق، بينما البنات اللواتي يحرمن من الحق الأول، حق التعلم، يحرمن من باقي الحقوق. وبالتالي قد نختلف حول يعني أولويات هذه الحقوق، ولكن ينبغي أن نتفق بأن هناك اتجاه باسم الدين أحيانا، باسم التقاليد أحيانا، باسم الأخلاق أحيانا أخرى وأدي حقوق البنات. أتمنى أن تشاركوني يعني آراءكم ومواقفكم حول هذا الموضوع. تحية طيبة للجميع، لا تنسوا التعليقات أسفل الفيديو. إلى اللقاء.